تاني مع بعض. والنهارده كان يعني مفروض في جمعيه عموميه لاتحاد الكره المصري، والجمعيه العموميه لم تكتمل. ومعايا على التليفون اسلام صادق، ناقد رياضي بالمصري اليوم ورئيس تحرير برنامجنا وقناه النهار الرياضي. طيب عقبال ما يجي لنا تاني اسلام صادق. وكالمعتاد يعني مفيش جديد بالنسبه للجمعيه العموميه لاتحاد الكوره، ما بتكتملش، حتى لو اكتملت ما بتبقاش ليها اي دور مؤثر. اتحاد الكوره متحكم تماما في الجمعيه العموميه، ودايما الانديه تيجي تشتكي وتقول اصل اتحاد الكوره اصل في مشاكل في سلبيات، وهم اساسا ما بيجتمعوش عشان يحلوا مشاكلهم، عشان يطالبوا اتحاد الكوره ببعض المطالب. دايما بيحصل يعني قبل الجمعيات العموميه بيبدا بقى الوعود من اتحاد الكوره اللي احنا هندعم الأندية بالمبالغ مالية، الهدايا بتوصل، الحاجات دي. فمحدش بيحضر من الجمعية. أنا مش عارف النهاردة حضر 35 نادي من أصل 200 وشوية نادي من الجمعية العمومية. فيعني الجمعية العمومية لم تكتمل ومش هتكتمل غدا، المفروض برضو في اجتماع آخر للجمعية العمومية. طيب تعالوا سريعا لغاية ما رجعنا التليفون تاني، بعثة الزمالك عادت، رجع التليفون. طيب نعرف تفاصيل الجمعية العمومية لاتحاد الكورة من إسلام صادق، الناقد الرياضي بالمصري اليوم. ازيك يا أستاذ إسلام؟ كابتن كريم برحب بيك، والحمد لله على السلامة، وكل سنة وانت طيب. الله يخليك، بقالي كتير ما شفتكش. الله يخليك. يعني قول لنا التفاصيل بقى، انت يعني دايما اتحاد الكورة واخبار اتحاد الكورة والجمعية العمومية لم تكتمل النهاردة، فعايزين نعرف التفاصيل بالظبط يا استاذ اسلام. طيب هو حضر النهاردة 36 نادي، كان من المفترض يحضر 115 نادي يكتمل فيه النصاب القانوني للجمعية العمومية، ولكن كما هو متوقع طبعا ولم تكتمل الجمعية العمومية لاتحاد الكورة. يمكن من حوالي أكثر من ثلاث سنين، من ساعة ما مجلس الإدارة الحالي كان موجود وقدر زي ما بقول لك المسؤولين في اتحاد الكورة إن هم يقنعوا الجمعية العمومية بعدم الحضور. تمام. والاجتماع بكرة برضو مش حي... ما حدش هيحضر، مش هيكمل يعني. لا مش هيكمل، لان انت لما تيجي النهاردة ال 36 نادي اللي حضروا خدوا النهاردة هدايا بسم الله ما شاء الله، خمس كور كل نادي واثنين تيشيرت للجوان، اللي هي تيشيرتات الاجوان، دول خدوها من مخازن اتحاد الكوره، بجانب طبعا 20,000 جنيه تم طبعا دعم من اتحاد الكوره. كل نادي حصل عليها، ولكن دلوقتي في ازمه داخل اتحاد الكوره وبيتكلموا فيها مع وزاره الشباب والرياضه، وهو يعني قانونيه اجتماع مجلس الاداره اللي هيجتمع بكره. لان من المفترض ان الاجتماع دوت هيتم التصديق فيه على قرارات الجمعيه العموميه. والمشكله ان في بند في الاجتماع الجمعيه العموميه العاديه كان بيناقش موعد الانتخابات وتحديد او تشكيل اللجنه الجديده لاداره الانتخابات، واللي هيترأسها رئيس نادي اخميم واعضاء من انديه القسم الثاني. تم اختيارهم بمعرفة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة. اتصل بعض المسؤولين داخل اتحاد الكرة بوزارة الشباب والرياضة علشان يحصلوا على موافقة شفهية، ولكن في خلاف داخل المجلس ان يعقدوا الاجتماع بناء على التوصية او الموافقة الشفهية ولا لا. لان احيانا في وزارة الشباب والرياضة بيتم الموافقة شفهيا، وفي نفس الوقت بيبعتوا لهم جوابات بان القرارات ديت مخالفه ولا يعتد بيها، وبيدخل اتحاد الكوره في ازمات. ولكن لسه في زي ما بقول لك خلاف يعني حوالين انعقاد اجتماع مجلس الاداره، بجانب طبعا الاجتماع دوت هيناقش بند الميزانيه اللي كان من المفترض ان هي يتم يعني اعتمادها في الجمعيه العموميه. تمام. ده بالنسبه للجمعيه العموميه الخاص باتحاد الكره. في ازمه خلال الفتره اللي جايه كمان هتتفجر بعد معسكر المنتخب الاولمبي في الصين، خاص بحسام البدري المدير الفني للمنتخب الاولمبي، اللي شايف ان يعني حسب معلوماتي من داخل اتحاد الكوره
ان المسؤولين داخل اتحاد الكره مش بيدعموا المنتخب الاولمبي، مش واقفين جنب المنتخب الاولمبي. كمان يمكن يتقال تحديدا النهارده من احد اعضاء مجلس الاداره ان حسام البدري شايف طبعا ان هو اكبر من المنتخب الاولمبي، وبالتالي ومعلومات مؤكده ان حسام البدري قد يفجر مفاجاه بعد معسكر الصين خلال المفروض ان هو هينعقد في مفاجاه. ايه يعني يستقيل يعني؟ نعم مفاجاه ايه يستقيل يعني بعد معسكر الصين؟ والله كل شيء وارد يا كابتن كريم، يعني في ازمه. على فكره وفي اجتماع، يوم الاربعاء، ما بين الكابتن حسام البدري ومستر كوبر عشان ينسقوا المعسكر. بمناسبه الاجتماع عايز اقول لك ان حسن فريد المشرف على المنتخب الاول وحماده المصري المشرف على المنتخب الاولمبي متخانقين، وبالتالي مش عايزين يعملوا الاجتماع دوت. لا الاجتماع هيتعمل يوم الاربعاء. نعم الاجتماع هيتعمل يوم الاربعاء، انا عرفت كده يعني. ما انا بقول لحضرتك ان حتى لو اتعمل مش هيكون في حضور الاثنين المشرفين. وممكن عشان انا قلت الكلام دوت عشان يطلعوا ينفوا ان احنا الاثنين علاقتنا زي الفل، فتلاقيهم يعني كلامي ده هيجيب لهم فايده والاثنين يقعدوا مع بعض. بس يا رب ايه طيب ما تزيدش الخناقه خلال الفتره اللي جايه. عايز اقول لك كمان خبر مهم جدا ان المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه رفض عرض من شركه بريزنتيشن لشراء دوري مراكز الشباب. وزارة الشباب والرياضة عملت مزايدتين ولم يتقدم سوى شركة بريزنتيشن، والمهندس خالد عبد العزيز رفض ان هو يعطي او يوافق على منح دوري مراكز الشباب لشركة بريزنتيشن. لما سألت المسؤولين داخل وزارة الشباب والرياضة يمكن اكدوا لي ان الامر يتعلق او الاسباب كلها تتعلق بالمهندس خالد عبد العزيز ورفضه لاتخاذ رفضه لمنح شركه بريزنتيشن دوري مراكز الشباب. تمام بشكرك شكرا جزيلا استاذ اسلام صادق ناقد الرياضي بالمصر اليوم ورئيس تحرير برنامجنا كوره كل يوم. سريعا بقى